نشر الوعي غايتهم، أما الوسيلة فعبر مكتبة ثورة وكتاب التي أسسها المتظاهرون في ساحة اعتصام البصرة قبل أن تزيلها القوات الأمنية في أواخر عام 2020. أصحاب السترات الحمراء وهم محتجون تطوعوا لإعادة افتتاح المكتبة ومواصلة ما بدأوه، لأن تشرين تحول فكري قبل أن تكون حركة سياسية. ثورة وكتاب هي مرحلة ثقافية بدأت بساحة اعتصام البصرة، أنه توصل فكرة الثورة مو مجرد أنه شباب طلعوا بدون فكر، لا بالعكس عدنا فكر وعدنا وعي. المكتبة تعرضت للحرق 3 مرات من تأسيسها، ويتناوب إدارتها شباب حملوا راية القراءة، وعبر التبرعات جمعوا لها مجددا قرابة 1000 عنوان في مختلف المجالات وهي متاحة للقراء. من بداية التاريخ نقول دول تطبع، دول تكتب، العراق يقرأ. إن شاء الله نقول إحنا نقدر نفتح العين البصري ونضيف فرد شيء اللي يقدر يتفتح عقله، يعرف الجهة السياسية اللي واقفة بوجهة شنو. هكذا رد الشباب على من حاولوا تشويه صورة الاحتجاجات، فالكتب التي تسلحوا بها ذات يوم سيكتب فيها عن حراكهم الذي خلخل توازنات الطبقة السياسية. السترات الصفراء والحمراء ليست مجرد ألوان عابرة وحسب هنا، بل هي دلالات ثقافية ومعرفية وفكرية انبثقت في ساحات التظاهر خلال تشرين وترعرعت وكبرت ونضجت في شارع الفراهيدي للثقافة والأدب. سعد قصي، يو تي في، مدينة البصرة.